طب قولي لنا، انت حبيتي قبل كده؟ اه اكيد. حبيتي؟ انت سألتيني السؤال ده على فكرة قبل كده. لا، ما احنا دلوقتي عاملين لك مفاجأة. لا، ايه احنا مفاجأة ايه؟ الفترة اللي فاتت سمعنا عن خبر، ايه؟ فاحنا عاملين لك مفاجأة مع الاعداد بتاع البرنامج. هنقولك على المفاجأة بعد ما تيجي. ايه هنشوف دلوقتي مفاجأة ايه؟ المفاجأة هتظهر معانا، وبعديها بقى نتكلم عن الحب والعلاقات والحاجات اللي في حياتك. مفاجأة ايه؟ تعالي يا روح قلبي، تعالي حبيبتي تعالي تعالي عندي، تعالي 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 حبيبة مامي. عنديها جنبك. تعالي يا الكاميرا عشان تشوفها. تعالي تعالي هنا يا ماري، تعالي. تعالي. اوبا ايوه، اوبا. حصري لأول مرة بنت من عرفه معانا في البرنامج. لا لا لا، منى ليه مش عاوزة تعترفي حبيبتي؟ مش عايزة اعترف بيه وانا مش متجوزة لا، اصلا. السوشيال ميديا كلها قالت ان انت اتجوزتي وخلفتي. لا، واحنا جبنا لك المفاجاه. لا، يجي تقولي بنتي؟ لا، وحياه ربنا ما بنتي يا جماعه، دي بنت صاحبتي انا ودعاء، والله العظيم انا ما اتجوزتش لسه. مريم فين مامي؟ مريم فين مامي؟ تعالي فين تعالي مامي؟ تعالي اقعدي جنبي. انا هوريكو مامتها دلوقتي الحقيقيه علشان بس تصدقونا. لا لا لا، ما ينفعش تقولي لها كده. ليه؟ عشان هتزعل بنتك. مش يا حول الله. مش عاوزه تقولي بنتك. هي مش عايزه تقعد جنبي. ايوه. هي قالت امي متبريه مني، مش خلاص هقعد معاكي اصلا. يلا، هي راحت لمامي خلاص. منى، الفترة اللي فاتت طول الوقت كانوا بيقولوا منى عارفة اتجوزت وخلفت، اتجوزت وخلفت. تحسي ان الاشاعات دي في الاخر بتضايقك؟ يعني انت لسه بنوتة صغيرة، تمت 21 سنة ولسه هتعيش حياتها. المرة اللي فاتت احنا لما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت، ناس كتير قوي كانوا ساعتها باعتين على السوشيال ميديا منى عرفة اتخطبت، بس احنا قعدنا سنة فجأة منى عرفة اتجوزت وحلفت. فترة الخطوبة وجبنا لك البيبي هنا. لا، هو مبدئيا يعني انا كنت في برنامج وبعدين المذيعه يعني بتقولي، كنا بنتكلم عن مسلسل الراجل وست ستات، فهي بتقولي بس انت يعني ما كبرتيش في المسلسل لدرجه ان انت بقى خلاص بقيت يعني ليدي وكده. قلت لها لا، ده انا دخلت الجامعه واتجوزت وخلفت كمان في المسلسل. فخدوا الجزء ده وقصوا، ففي صحفي خد البارت ده بس حطه في اظن تتر كده وكتب منى عرفه انا بعترف ان انا اتجوزت، ده انا عندي 21 سنه، هتجوز وخلف امتى؟ عادي ممكن تتجوزي انت عندك 20 سنه؟ لا اوكي، ما فيش مشكله، بس يعني حتى لو عملت كده اكيد في ناس هتكون عارفه، اكيد انا هعلن، اكيد يعني حاجه زي كده هخبيها. لا، بس في شغالين كتير قوي اتجوزوا وخلفوا وما قالوش، وبالذات الرجاله يعني كتير قوي بيبقى عندهم ولاد، والواحد بيستغرب ايه ده، هو متجوز مخلف اصلا؟ لا بس بيسيبوا حياتهم الشخصيه دي على جنب. بالظبط. اوكي، ما عنديش مشكله، بس على الاقل على الاقل هيكون معروف ان انا متجوزه، معروف على الاقل في الوسط مثلا، لان دي حاجه اكيد انا هبقى فرحانه بيها يعني، فهكون عايزه اقولها يعني. نوع من التنمر ان الناس تقعد تقول ان انت اتجوزتي واتطلقتي، ويعني انا الاشاعات دي يعني مش بتضايقني قوي، على قد بقى في اشاعه يعني كل بالظبط هقول لك كل قد ايه، كل تقريبا 4 5 شهور بتطلع الاشاعه دي بتتجدد تاني. وفاه منى عرفه، ان منى عرفه ماتت. طب ايه يا جماعه، انتوا عايزين تموتوني ليه؟ لا، دي انا ما سمعتهاش قبل كده. لا لا لا، طلعت مرتين. دي لسه طالعه من اسبوع، ومن 6 شهور طلعت، ومن 6 شهور طلعت انه انا توفيت يعني، وان اختي هي اللي قالت خبر وفاتي، وطبعا انا واختي قاعدين في الاوضه بنقرا الخبر، مش يعني فاهمه؟ فاكيد دي حاجات بتضايقني اكيد. جدا. تخلي الناس كمان تتخض عليكي، اصحابك واهلك. ايوه، وبعدين انا في ناس فعلا قريبين مني. انا مثلا يوم ما لما نزل الخبر بتاع ان انا اتجوزت وخلفت ده، ناس قريبين مني زعلانين بقى يبعتوا ايه، ما عزمتيناش على فرح ايه يا جماعه؟ كده يا منى ما عزمتنيش، انا كمان اخت عليكي. والله.